خبر ايه يا اولاد؟ في ايه؟ جينا ناخد بركتك يا ابونا، ارحم ابني وصلي له عشان الرب يشفيه. طب تعالي تعالي قربي. ايه يا ولدي؟ مالك؟ عيني يا ابونا. مالها عينك يا ولدي؟ جاموسة ضربته بديلها يا ابونا، شقتها. جاموسة تعمل فيك كده؟ عايز هتخف؟ يا ريت يا ابونا. ايوه عايز اخف. وعارف ان المسيح بس هو اللي يقدر يخففك؟ لا توماس ولا غيره. عارف يا ابونا. الرب يشفيك حسب ايمانك يا ولدي. اسم الاب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. عيني عيني خفت يما، عيني أبونا توماس خفف عيني. معقول أبونا توماس تاني؟ ربنا يسامحك. المسيح شفاني، ربي يسوع هو اللي شفاني، أشكرك يا رب. أيوة كده. يا ام حنة، ام حنة. مين بينادم؟ انت فين يا ام حنة؟ انا اهو. اتفضل. يزيد فضلك يا ام حنة، احنا مش جايين نتضايفه، احنا جايين عايزين نعرف فين مكان الراهب البركة اللي شفالك ولدك حنة. الانبا توماس؟ ايوه الانبا توماس. ايوه هو الانبا توماس، في جبل شنشيف هناك في مغارة جوه الجبل. خدينا ليه. ربنا يخليك يا ست. طهر هيموتني، مش قادر. انت هتقدر تطلع الجبل؟ هطلع يا محنة، ربنا هيقويني والبركة في ابني جورجيوس، السند عليه. اهي جلعته دي الانبا توماس اهو يابا، شد حيلك. يا انبا توماس، يا انبا توماس، يا انبا توماس، يا انبا توماس، صلي لربك يرفع عني ويعني. هي خبرين مالكو؟ ضهري يا سيدنا مش قادر، اجست منه، لا اقدر ازرع ولا قادر امشي ولا اقوم ولا اقعد. وجيت لغاية هنا عشان تقابل الحقير توماس؟ يا سيدنا ده انت حبيب المسيح، كيف تقول على نفسك كده؟ عايز ايه يا ولدي؟ عايزك تطلب من المسيح، وانا مؤمن انه مش هيرد لك طلب. قل له عبدك عازر، الوجع ماسكه ليل ونهار، لا ياخد وداعته لا يشفيني. ما تبكيش يا عازر يا ولد، انت اللي عملت في نفسك كده. كيف يا سيدنا؟ انا برضه. لا يا سيدنا، ده سلم البيت فيه درج سايب وجع بيه. اسمع يا عازر، اخوك ليك قد ايه من باقي حق الارض اللي ورثتوها؟ قول لابونا واعترف. له كتير يا سيدنا. اخوك فقير ومش لاقي يوكل عياله. صح يا سيدنا. اديله نصيبه من مرسومه، واعترف وتوب والرب يشفيك. كتر خيرك يا سيدنا، انا فعلا راجل طماع وخاطي، ظلمت اخوي واولاده. سامحني يا رب، سامحني يا رب واغفر لي. ما دام اعترفت بخطيتك الرب شفاك، انزل الجبل بصحتك وعافيتك. طب استنيني يا ابونا. لا، الرب شفاه. أشكرك 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 يا رب، أشكرك يا رب.
جربنا ولا لسه يا جود سابونا؟ لا لسه، الجبل طلعه مش سهل يا معلم. الله لا يسامحك يا اللي في بالي. ازيك يا ابونا؟ سلام يا ابونا. سلام والنعمة يا بنتي، سلام والنعمة يا بنتي. ايه الصوت الحلو دي؟ انت مين يا حلوة؟ انا سار. وانا علي صبات. سارة مرات ابونا ابراهيم، وعلي صبات ام يوحنا. بلاش هزار يا معلم، قولي لي يا بنتي، الراهب توماس روحوا له منين؟ من هنا تمشي طوالي وبعد كده تحوج يمين. قولوا لي يا حلوين، انتوا بتعرفوه؟ بنزوره انا وابويا كتير. لما تقابلوه بتخلوه يصلي لنا. ايه يعني لسه الطريق طويل؟ لا، ادخله من عند الصخرة الكبيرة توصله على طول. كبيرة ولا صغيرة، المهم اللي عايشوفها يا جود سابونا. ربنا يبارككم. مش ربنا، هي دي جايلايته. خبر يا جود سابونا يعني مكتوب عليها توماس. وبعدين امال معاك يا معلم، انت همار عليه يا ابونا توماس. يا ابونا توماس. ابونا توماس، مين بيندح على توماس؟ هو ولد ابونا لوكا. كيفك يا ابونا لوكا؟ كيفك يا ولد؟ والمعلم مرقص. كيفك يا ولد؟ كيفك يا معلم مرقص؟ كيفك وكيف احوالك وكيف تلاميذك؟ كلاتهم بيسلموا عليك يا ولدي، كلاتهم بيسلموا عليك، صيتك وصل عندينا. والولد كلاتهم عايزين يجلدوك يعملوا زيك. الله يخليك. زيك يا ابونا. ايه الزيارة العزيزة دي؟ اتأخرتوا عليا كتير، كنت مستنيكم من زمان. خبر يا جود سابونا، هتسيبنا واقفين برا كتير. اتفضلوا اتفضلوا. من الله لا يسامحك اللي في بالي. قول لي يا ابونا لوجا، توماس ولدي عجز زيك دي؟ جرى ايه يا معلم؟ انت لسه شباب. شباب ايه يا ولدي؟ ما خلاص، جيلي وجيل ابوك وجيل ابونا راحت عليهم خلاص. تسمح لي يا ابوي اغسل الجيب؟ لا مش معقول يا ولدي. لا ليه يا بور؟ ايوه يا ابني، بس مش انت اللي كنت بتقول اتنسم وريحة المسيح الزكية كما سلك ذاك ينبغي ان يسلك هذا ايضا؟ ما تحلمونيش من البركة دي. ها يا ابونا، هتقول له ولا قلاني؟ طول بالك امال يا معلم، الواحد محتار. ما تتعبش روحك يا معلم ولا تحتار، أني بلغني وفاة أبوي وبلغني كديت عدته معاه. الله ينيح روحه ويعوضكم تعب محبتكم. إيوة يا ولدي، ربنا ينيح روحه ويكون مكان الفردوس مع أبونا إبراهيم ويعقوب. ربنا عزيك يا ولدي. نشكر ربنا يا أبونا، ما هي دي حياة الإنسان، دخان يظهر قليلا ثم يضمحل. عندك حق يا توماس يا ولدي، ربنا يجعل آخرتنا صالحة يا ولدي. وكيف حال أمي؟ أقول لك إيه يا ولدي، أهي قاعدة حزينة وبتبكي وبتقول ما بقاليش حد. كيف أمي تقولك ده؟ كيف بنت المسيح تقول ملهاش حد؟ والمسيح راح فين؟ بقول يا توماس يا ولدي، ابقى انزل عزيها. ربنا يدبر يا معلم مرقص. انما قول لي يا ولدي، انت دريت منين ان ابوك مات؟ الرب عزاني كده برضو يا توماس. ما تاخدش عز ابوك، ده ماتوا هو بينده باسمك. أبوي راح السماء يا أمه. ده اللي وصك بيه ربنا يا ولدي، تسيبنا كده لا حس ولا خبر. يا أمي صدقيني، أنا كنت عارف عنكم كل حاجة. ولما احنا أخبرنا بتوصلك ما عرفتش إن أبوك بيموت؟ عرفت يا أمه. وما جيتش ليه يا ولدي؟ يرضيك إن الغرب ياخدوا عزا أبوك؟ أنا مش عايزك تزعلي مني يا أمه،
فكرة بحبك قوي، بس بحب ربنا أكتر. تنسيتي كلام الإنجيل؟ لو حد حب أب أو أم أو أخ أو أخت أو زوجة أو ولد أكتر منه ما يستحقوش. يا ابني أنا عجزت خلاص، ما عدتش أشوف قدامي، والبيت زي ما أنت شايف فضي علي. لا يا ما، البيت عمره ما حيفضى عليكي، المسيح معاكي والملائكة حواليكي، وصدقيني أنا هطمن عليكي. توماس، توماس أنت فين يا ولدي؟ توماس اسم الصليب، أنا كنت بحلم ولا إيه؟ الظاهر إن أنا اتجننت خلاص. افرحي يا أم توماس، ولدك من السواح. من السواح ولدي، ولدي أنا، دي بركة كبيرة يا ربي أنا ما استاهلهاش. يا أم توماس، يا أم توماس، إيه الحكاية ومش هنا ولا إيه؟ أما طول أشوف في إيه؟ يا ترى رحت فين يا أم توماس؟ ده لما صدقت طلعت الجبل كان نفسي اجيب لك واتكلم معاك، هقعد استناك بقى. يا ترى رحت فين يا أم توماس؟ ما اقعد استنى بك. مين بيندى؟ مين بيندف؟ اسم الصليب، أم توماس؟ إيه يا ولدي؟ في إيه؟ أنا الراهب بسادة من سكان الوادي. إيه يا بسادة يا ولدي؟ مالك يا بسادة؟ لكن كيف ده حصل؟ مالك؟ متلخبط ليه؟ أنا طلعت جوا القلاية ما لقيتكش، يعني القلاية كانت فاضية. هو برضه يصح تطلع على جلالك كده من غير اذن؟ دي اصول الرهبه. انا برضه حللني يا سيدنا، انا اسف. الله يحلك يا ولدي، تعال. ومين قال لك يا ولدي اني انبا ولا سيدنا؟ اقعد يا ولدي اقعد. الناس كلتها بتناديك بكده يا ولدي. انا راهب بسيط زي زيك واقل منك كمان. العفو يا سيدنا، ده تواضع كبير. برضك هتقول يا سيدنا انت حر بك؟ كنت جاي لتوماس ليه؟ كنت جاي لك عشان تصلي لي، محاربات الشيطان كتير علي. ربنا معك يا ولدي. يا سيدي وحبيبي ملك الملوك ورب الأرباب، ارحم ضعفي، اداني الناس لقب ما استحقوش. أرجوك يا سيدي اقبل نفسي وروحي تحت رجليك، أنا ما بشتهيش الكرامة الكبيرة دي، أنا عايز بس أكون عبدك وخدامك. أكسيوس، أكسيوس، مستحق، مستحق أن تدعى الأنبا توماس. اسمع يا أوسى يا ولدي، أنا خارج في سرحة لإخواتك المتوحدين، عايز أرجع ألاقي الدير زي ما هو، الجوانين جوانين ما تتغيرش. حاضر يا سيدنا. ربنا يباركك يا ولدي. رجاء محبة يا سيدني، بلاش تتأخر عننا. هو بيد يا ولدي، زي ما بيريد ربنا نرجع، كمان يوم كمان سنة ما رجعش أبدا، احنا ملناش في كده يا ويصة. أخطيت يا سيدني، بس نيافتك ليك حضورك عني مع الإخوة، والرهبان بصراحة محتاجين لك أكتر مني. مش وقت تواضع يا أبونا ويصة. بس أمانة يا سيدني،
لو حتشوف لمبة توماس حبيبك قل له ويصى بيسلم عليك وبيقول لك صلي من أجله. حاضر يا ويصى ولدي، أبلغه. بالسلامة يا سيدي. بالسلامة حبيبي. المسيح معك يا سيد. شوف بقى يا أنبا توماس، أنا جاي أحكي لك واخد رأيك. خير يا أخوي. نسطور وأتباعه وأكلين عجل الإمبراطور والبابا كرولوس خد قلبي من الموضوع ده. إيه يا أخوي، أبونا مات تبلغ بجده. وجوابه كان إيه؟ بعت رسالة للإمبراطور بيطلب فيها عقد مجمع للرد على أصحاب الطبيعتين، وعلى رأسهم نسطور ناكر لاهوت المسيح له المجد. ربنا يفتح قلب الإمبراطور عشان يشوف الحق. إيه قولك أنت يا أبونا توماس؟ أنا خايف لسمون بدعة نسطور تنتشر بين الشعب. عندك حق يا شنوطة يا أخوي، بغلطة واحدة دخل الموت للعالم كله. لازم نحارب الحراط قدول. المسألة مسألة إيمان يا أخوي. كيف بس هنرد عليهم؟ عندك ولادك، وعيهم وعلمهم كيف يردوا على البدعة النسطورية وينزلوا للشعب يشرحوا له حقيقة الإيمان ويثبتوا فيه. وأنا من جهتي هعلم كل أولادي عشان يبلغوا الشعب ويوعوه لمحاربة الإيمان الفاسد. عندك حق يا أم توماس. لكن قبل كده لازم كلنا نرفع صلوات عشان ربنا يفتح عيون الإمبراطور والشعب ويعرفوا مين هم أعداء المسيح. ربي وحبيبي يسوع المسيح، ارفع عن شعبك هذه الغمة، اظهر حقيقة مجدك. انت الإله الحقيقي، ضابط الكل وأبو الكل. أعطي يا رب لشعبك المعرفة الحقيقية واكسر شوكة الهراطقة والمفسدين. ارفع يا رب راية الإيمان السليم كي يمجدك شعبك مع الإمبراطور. كن يا رب وسط ولادك الأرثوذكسيين، وقف معاهم يا رب. وعن طبيعة سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح، ستنا العذراء ما ولدتش إنسان عادي، لا، ولدت ابن الله المتجسد. الكلمة صار جسدا وحل بيننا، يعني أخذ جسدنا وطبيعتنا عشان يخلصنا. ويذكر لنا مرقس الرسول ان رئيس الكهنة عندما سأل السيد المسيح وقال له هل انت ابن الله، فرد عليه يسوع وقال نعم انا هو. وسوف ترون ابن الانسان جالسا عن يمين القوة واتيا في سحاب السماء. ومن ده يا ولادي نعرف ان اللاهوت والناسوت لم يشبهم اختلاط او امتزاج او تغيير، فربنا هو واحد بناسوته وبلاهوته. البابا كرولوس السكندري مستاء جدا من اللي حاصل. نسطور واتباعه منتشرين في كل مكان وبيدعوا لدعوتهم، واساءوا الي اكبر اساءه. رأي مولاي. وانت رأيك ايه يا أرديموس؟ بأمرك انك تتكلم وبديك الأمان. اتكلم يا أرديموس، ده انت رئيس حرس الإمبراطور والإمبراطور ادالك الأمان. قول ما تخافش. بيقولوا يا مولاي. بيقولوا ايه الشعب عني؟ بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الإمبراطور
اتبع طريق الشيطان. وطبعا الشيطان يقصده بيه نسطور. الحقيقة مش نسطور وبس. ها؟ امال يقصده مين؟ يقصده أنا كمان؟ العفو يا مولاي، المقصود مستشارة كانديديان. المرة دي مش هرحم حد، لا البابا كرولوس ولا نسطور ولا الشعب كله. والشعب ذنبه ايه يا مولاي؟ استأذن يا مولاي. سايبني ورايح على فين أيها الشيطان؟ مولاي اذهب للجحيم. مولاي القضية دي لابد من حسمها. فعلا لابد من حسمها. كانديديان بصفتك أخو الشيطان هدوا الأمور. القضية مش قضية نسطور والبابا كرولوس، القضية شغلة الشعب كله. أمر مولاي. مولاي في إيه؟ رسالة من بابا كرولوس بابا الأسكندرية. وريني ياك الرسالة دي تحل المشكلة. أعتقد يا مولاي إن البابا كرولوس راجل حكيم. هنشوف. خير يا مولاي؟ زي ما توقعت، البابا كرولوس طالب عقد المجمع. ونعم الحكمة. يعني رأيك إني أوافق؟ الحقيقة يا مولاي القضية دي مش هتتحسم إلا بالمواجهة. فعلا عشان نخلص. السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه، يوم إلى يوم يبدي قولا وليل إلى ليل يظهر علما. انتوا مين يا اخواتي؟ احنا ولاد الانبشنودة، جينا قصدينا كأبانا ناخد بركتك. خليلنا يا أبانا، احنا مراش نجلي لك وانت بتصلي، ورحنا معك للسمائيات. الله يحللكوا يا اخواتي. وكيف الانبشنودة؟ الانبشنودة سافر وبعت معنا رسالة بقول لي اتسب صلي من اجل الايمان. ونرايح مع البابا كرولوس لمواجهة نسطور واتباعه قدام الامبراطور. ربنا يعينه ويساعده على تثبيت الإيمان الصحيح. السلام يا والدي. السلام أيها الإمبراطور العظيم. صغيرتي باتريشيا، سلام ونعمة. مالك يا والدي؟ شايفك مهموم. أقولك إيه، أمور الحكم. أنا كمان مهمومة يا والدي. مهمومة ليه؟ في حاجة تعباكي؟ قصدي حد مضايقك؟ البابا كرولوس موجود في السجن. السجن؟ هو وكل اللي معاه. مين اللي قالك الكلام ده؟ بلغني ان كانديديان سجنهم. مش ممكن، حتى لو كان ده حصل لابد ان كانديديان كان مضطر، يمكن خايف عليهم من اتباع نسطور ولا حاجة. اذا كان كانديديان نفسه نسطوري. كل واحد يا بنتي حر في عقيدته. سيبك انت من الامور دي. انت مش عارف يا والدي ان انا وامي بنحب البابا كرولوس وبنحترمه قد ايه. عارف، وعارف كمان انك في سن لابد انك تهتم بامور تانية. استمتع بشبابك وجمالك. الشباب والجمال بيروح، لكن كلام الرب هو اللي بيفضل. انت لسه صغيرة، الامور الدينية دي من اهتمامات كبار السن. يقول الكتاب اذكر خالقك ايام شبابك. أرجوك يا والدي افرج عن بابا كرولوس حالا. خلاص، لحد ما تنعقد المناظرة بين البابا كرولوس ونسطور عايزك يا بنت تهدي وتشوف اهتماماتك. لا، أنا هروح أصلي عشان ربنا ينور قلب الإمبراطور ويخليه يعفي عن البابا واللي معاه. عن إذنك يا والدي. وإيه اللي جابكوا هنا؟ كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه. اشمعنا الرهبان اللي كانوا عندك؟ احنا كمان عايزين نغني. طب سمعونا. يا ليل يخبر القليل دي زيطة. اسمع،
بقول لك ايه، احنا بنعرف نغني ونضرب مزيكا كمان وبنعمل كل حاجة. تعرفوا تعملوا كل حاجة؟ طبعاً. طب قولوا ورايا، نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. ارحمني يا الله، ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. توماس يا حبيبي. ايوه يا رب، عبدك سامع. قم الان وخذ معك ماء وزاد واتجه الى الطريق الضيق، ستجد هناك عائله وثنيه، انقذهم وكلمهم بكلام الحياه الابديه. أرجوك يا سيد الكاهن انقذنا. سيد الكاهن أرجوك انقذنا بحق الآلهة، أرجوك أرجوك. إيه اللي حصل لكم؟ هجم علينا قطاع الطرق يا سيد الكاهن وخد كل اللي حالتنا. أرجوك شوية مي بين الشفايف بنتي الصغيرة دي عشان الخاطر بلاش احنا، وارجوك اوعدك هضحي للآلهة بكل ما املك. انا ما معيش مية تكفيني وتكفيكم. شوية مية ارجوك للبنت. انا مسافر بعيد والمية اللي معايا يدوب تكفيني. ايبوك من الشفاف بشوية مية. شي الرحمة شوية مية ارجوك ارجوك. كتر خيرك انت مين؟ انا عبد من عبيد يسوع المسيح. يسوع المسيح؟ مين يسوع المسيح دي؟ يسوع المسيح الناصري المصلوب. معقولة انت بتعبد الناصري وعملت فينا كده واحنا اللي كنا فاكرينكوا اعدائنا؟ ربنا يا ستي بيقول حبوا بعضكم بعضا كما انا احببتكم، مش كده وبس، لا بيقول احبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. ايه التعليم الجميلة دي؟ نوعدك لو عشنا خش ايمانكم. وانا مستعد اشرح لكم حقيقة الإيمان المسيحي بعد ما تاكلوا وتستريحوا. أسعد الله ليل الإمبراطور. أرديموس، بلغوني إنك طلبتني يا مولاي. فعلا. خير يا مولاي. أرديموس، إيه اللي في دماغك؟ من جهة إيه يا مولاي؟ من جهة اللي إحنا فيه. تقصد جلالتك المناظرة بين البابا كرولوس ونسطور؟ ايه رأيك؟ رأيي انك تؤمر بعقد المناظرة فورا. انت شايف كده؟ ايوه يا مولاي، الشعب اللي بيأيد البابا كرولوس لما يعرف ان اتباع نسطور اخفوا عن الامبراطور حقيقة الامور وان الامبراطور امر بعقد المناظرة فورا، ده هيرضيهم. فعلا رأي صائب. مولاي، في ايه؟ في اتنين اساقفة طالبين يقابلوا جلالتك يا مولاي دلوقت. اتنين اساقفة؟ ايه الحكاية يا أرديموس؟ مش عارف يا مولاي، لكن ما قالوش هما مين؟ نعم يا مولاي، اسقف ملتين واسقف انطاكي. يا ترى دول جايين ليه؟ دول من اتباع نسطور، يمكن فاهمين انهم ممكن يأثروا على جلالتك. يجوز. عموما دخلهم ما اشوف ايه الحكاية.
مرحبا بالاسقفين الجليلين، اسقف ملتين واسقف انطاكيا. يا ترى ايه الامر المهم اللي خلاكوا تيجوا تتنازلوا وتقابلوا الامبراطور في وقت زي ده؟ رعى الله الامبراطور. اظن وجودكم هنا بسبب اللي حاصل في الامبراطورية. نعم ايها الامبراطور الجليل. خير. انتم مش من اتباع نسطور؟ نعم ايها القائد، لكن جئنا لنعلن امام الله والامبراطور انه بالرغم من صداقتنا الحميمة لنسطور، الا اننا قبل كل شيء خدام كلمة وملزمان باعلان الحق بكل امانة. وايه هو الحق؟ الحق هو ان البابا كارولوس على حق يا مولاي. شيء عجيب تضحوا بصداقتكم لنسطور. يا مولاي ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. انتم بكده بتعلنوا تأييدكم للبابا كارولوس؟ نعم يا مولاي. اظن اني الاوان لعقد المناظره. فهمتوا دلوقتي حقيقة إيماننا بيسوع المسيح اللي قال ليه خراف من حظائر أخرى. إحنا كنا غلطانين ومحدش كلمنا عن يسوع المسيح قبل كده. وإحنا يا أبويا توماس عايزين نخش الحظيرة. لما توصلوا البلد بالسلامة روحوا لأبونا زكريا خليه عمدكم. قوموا نصلي. يدك يا نشكر ربنا واسجد له على سلامتك وسلامة أبونا وسيدنا الأنبا كارولوس لعمود قوي وشديد من أحمد الكنيسة. حقق نصر كبير على الهرطوج نسطور. تعرف يا أنبا توماس دي أكبر محنة مرت بيها الكنيسة، لكن نشكر ربنا لإرادته عشان المجمع المقدس يقرر مقدمة لقانون الإيمان. نعظمك يا أم النور الحقيقي. نعظمك يا أم النور الحقيقي. أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل كبير الشهداء. يا رب ارحم، يا رب بارك. آمين. يا ابونا توماس خبر ايه يا ولد؟ جيت لك الجلاية اكتر من مره عشان اقابلك معرفتش. وعايز ايه مني؟ بنتي يا ابونا توماس بقالها اكتر من سنه متجوزه ومسكها صداع في دماغها، لا بينيمها لا ليل ولا نهار. جوزها ما قعدش طايقها عايزه تطردها من البيت. ارجوك تشيلها ارجوك. انا برضو اللي حش فيه الطبيب هو الله يا ولدي. وبعدين انا ما بنزلش العالم. انت ساكن فين؟ جنب النهر اول بيت على اليمين. معلش يا ولدي صلي لها وربي يتمجد معاها. هي اسمها ايه؟ راوس. برضو معلش تجيلها. صلي لها يا ولدي في الكنيسة وربنا يسمع منك. آه يا راسي، آه اشفيني بقى يا رب.
انت مين يا بونا؟ كيفك يا رعوس؟ ازاي قدسك يا بونا؟ ايه اللي وجعك يا رعوس؟ راسي يا بونا، الصداع هيفرتكها. بقالك قديه ما تناولتيش يا رعوس؟ بقالي كتير قوي يا بونا، نفسي اتناول لكن ما بليد حيلة، مش قادرة. طيب قالي براسك مش هترفع عني. انت مين يا بونا؟ انا خادم من خدام ربنا، عايزك تشكري ربنا وتشكري ام النور اللي شفعتلك قدام عرش النعمة وبعتتني ليكي عشان اشفيكي. لازم تتناولي، فاهمة؟ انت فين يا بونا؟ طب انت مين؟ طب قولي انت مين يا بونا؟ يا مرعوس يا مرعوسي. مالك يا بنتي يا حبيبتي؟ مالك يا بنتي؟ وين رحت البخور دي؟ ابونا جاب شفاني يما، ابونا مين يا بنتي؟ بونا مش عارفة يا امه، مش عارفة. الحمد لله على سلامتك يا بنتي، الحمد لله على سلامتك. اشكرك يا رب. ايه بتزغرت ليه؟ ابو توماس ما رضيش يجي معاي. تعال شوف يا مرعوس، بنتك خافت. ما انا صليت لها النهارده في الكنيسه وترديش الست الحضرة علشان تتوسل لربنا يشفيها. ابونا جاني وصلى لي وشفاني. ابونا مين يا بنتي؟ مش عارفه يابا ابونا مين. شكله ده هو كده يابا، سنه كبير وعينيه واسع. ابونا توماس، طباك يا ابونا توماس. ربي وحبيبي يسوع المسيح، كفاية علي كده، كفاية علي في العالم. اشتقت ليك يا رب، خدني ليك يا ربي. أنا موجود معك يا توماس. ربي وإلهي، تعبت من جسد ده، حررني يا رب، خدني ليك يا حبيبي. لم ينتهي جهادك بعد يا توماس. ليتمجد اسمك يا رب، ليتمجد اسمك يا رب، ليتمجد اسمك يا رب. سيدني، يعني لمبة توماس ما جاش يزورنا تاني. انا فاكر اخر مره جه في عزا لمبة بجول. كان على لمبة توماس يا حبيبي بيعشق حياه الوحده وما عايش يفوت جليت ابدا، لكن احنا كنا بنحبه عشان ايديه تعبينه معانا. صدقني يا سيدني، مشتاق ازوره واتكلم معاه واقعد عنده يوم ولا اتنين. وماله يا اخوي؟ ما كل اخواتك بيزوروه والانبا توماس بيقابلهم كويس ويرحب بيهم. بس يا سيدني ما عايز اسيبك لوحدك. بلاش حجج واهية، عايز تروح قوم روح، وقول له شنوده بيسلم عليك وهيجي لك قريب باذن ربنا يسوع. امرك يا سيدني. تعرف يا ويسا يا ولدي، انا عملت جفاف كتير اليومين اللي فاتوا دول. ربنا يديك الصحه يا انبا توماس. صحة؟ ما خلاص يا بوي، قربنا على النهاية يا بونا. ربنا يديك طولة العمر بحق. لمبة شنودة بيقول انه عايجي قريب عشان يزور قدسك وبعت معايا السلام. مشتاق ليه كتير، سلم عليه وقول له عايز اشوفك قبل ما اسافر. تسافر؟
سافر على فين يا ابونا؟ لا ده مشوار طويل. ربنا يجيبك بالسلامة يا ولدي. هتدعي عليا ليه؟ امال اقول ايه يا ابونا؟ قول سافر وارتاح هناك. سافر وارتاح هناك، بس ما تحرمناش نشوفك، وابقى بص علينا. هتشوفني اكيد يا ويصا يا ولدي. قول لي كلمة منفعة اقولها لاخواتي الرهبان المبتدئين. قريت عن اباء قالوا طوبى للي بيحرق خديه بدموع محبة الرب، لان ميته تلين الارض الناشفة. طب وايه اجمل شيء في حياتنا يا ابونا؟ مفيش حاجة تساوي حلاوة معرفة الرب، وحلاوة معرفة الرب يسوع ما تسكنش في جسد يحب الراحة، وهي دي حلاوة الجهاد. ربنا ينفعنا بصلاتك وعلمك يا انبا توماس. قابلت الانبا توماس وخدت بركته يا اخوي. ايوه يا سيدنا، وبيسلم على نيافتك كتير، وبيقول لازم انا اشوفك قريب قبل ما اسافر. سافر؟ سافر روح على فين؟ واسيب جليته لمين يا حبيبي؟ ما عارفش يا سيدني، كلام الانبا توماس كان غريب قوي. كيف غريب يعني؟ ما فهمش. بقول لا تروحي وترجع لنا بالسلامه يا انبا توماس. قال لي بتدعي عليا ليه يا ولدي؟ فهمتك يا توماس، فهمتك. اسمع يا ويس يا ولدي. نعم يا سيد. انا هروح للانبا توماس ويمكن اتاخر شويه. خد بالك من اخواتك او صلي من اجلي يا حبيبي. صلوات القديسين. حاضر يا سيد. يعني خلاص يما نسيب البيت؟ معلش يا حبيبي، ده امر الله، ربنا يسامحه صاحب البيت. ونروح على فين يما؟ ارض الله واسعه يا ولدي. لكن انا مش عايزه امشي من هنا يما، ارجوكي ربنا يخليكي. يا حبيبي اجره البيت اتكسرت علينا 17، كتر خيره انه استحملنا. طب يما خلينا لبكره. ليه بس يا حبيبي؟ ما النهارده زي بكره. يما عشان خاطري انا عايزه انام الليله دي في اوضه المرحوم ابويا. حاضر يا ولدي، ربنا يهديه وما يجيش يطردنا. يا رب يما، صلي وانا هصلي معاك. يا رب، انت عارف انا قد ايه بحب البيت ده، لانه فيه ريحه ابويا اللي كان دايما بيعلمني الصلاة وقراية الإنجيل. يا رب ما تخليش صاحب البيت يطردنا. آمين. الفلوس هي يا أبونا، دول تمن العشر جفف. كام دول يا ولدي؟ دول 10 دنانير يا أبونا. 10 دنانير. طيب أطلب منك خدمة. أمرني يا أبونا. انت هتعاود من طريق البحر ولا الجبل؟ اللي تحبه يا ابونا، التنين انا حافظهم كويس. تعال تعال امسك يا ولدي الفلوس دي، تديها لمرات راجل بيته على البحر وتقول لها ربنا سمع صلاة ابنك. الفلوس دي تصلح بيها المركب وتصطاد، وما تسيبوش البيت، وربنا هيبارك بإذن الله. حاضر يا ابونا. تؤمر بحاجة تاني؟ خد لك كم جفة من دول اديهم لأرملة المركبة. حاضر يا ابونا، من إذن أنا بدأ. سلام. يا حافظ عليك ويرعاك يا ولدي. شفت يا حبيبي، ربنا ما بينساش حد ازاي. اشكرك يا رب لانك استجبت لصلاتنا وبعت لنا فعل الخير اللي دفع الاجره لصاحب البيت عشان ما تضناش. اشكرك يا رب. Thank you.
يا أنبا توماس، وشك منور قوي يا أخوي. أنبا شنودة، وبلغت أن بعد أيام ربنا هياخد ودعته. عايزك تيجي أنت وولادك عشان تكفنوا جسدي. حاضر يا حبيبي، لتكن إرادة الرب. يعني أنا على كده مش هنشوفك تاني يا أخوي؟ هنتقابل في السماء يا أخوي. طيب واني هنعرف ازاي ساعة انتقالك؟ لما تلاقي الحجر اللي على باب قلايتك اتكسر نصين يبقى الوقت حان، وبعد قريب هتحصلني يوم 7 أبيب. اسكننا في صلاتك يا أنبا توماس. انا اللي عايزك تصلي عشاني، لاجل ما ربنا يرحمنا. تعال نسبح سوا. قال لي اني افتكك دي يا سيدني. ايوه، ودي رسالة السماء، لتكن ارادتك يا رب. فاتى بالروح الى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع ابواه ليصنع له حسب عادة الناموس، اخذه سمعان على ذراعيه وبارك الله وقال. يبقى الوقت حان، الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام. شنودة يا حبيب الرب وسائر القديسين، قم الآن لنصدر جسد توماس المحبوب، لأن الرب وملائكته ينتظرونك. سراج جبل شنشيف انطفأ. سراج جبل شنشيف المنير انطفأ. عاجب هو الله.
Yeah.